ابن الشرد يما، اروح فين واجي منين؟ البت ضاعت؟ هو انا قد الوحظ اللي هتعمله فيا؟ يعني ايه يا اختي؟ يعني ايه يا اختي ما بتشوفيهاش وما بتعرفيش عنها حاجه؟ زي ما بقولك كده يا خالتي، هو انا لو كنت بشوفها كنت جيتلك دلوقتي ليه؟ يا لهوي بالي يما، يا لهوي بالي يما، الناس خيبتها السبت والحد، وانت يا نجا فخيبتك ما وردت على حد. البت راحت؟ راحت مني خلاص؟ هكون راحت فين؟ البت راحت فين انطقي؟ انا قلت اكيد ان انا هلاقيها هنا اهو، خصوصا انها كانت قايله لي ان فدوه هي اللي جايبه لها الشغلانه الاخيره عند ست رجلها مكسوره الهبات عندها، فقلت اكيد فدوه تعرف طريقها فين. لا انا ما اعرفش حاجه عنها، بقالي كذا يوم، وبعدين لما رحت المدام دريه قالت لي انها سابت الشغل فجاه. طالما سابت الشغل فجاه يبقى اكيد عملت معاها زي ما عملت الست اختها. عملت ايه؟ ما تنطقي يا بت فيا، انا مش فاهماها، فهميني. يا خالتي يا خالتي، مش زي ما انت فاكره بالظبط الموضوع، يعني يا خالتي انت مش فاهمه بس ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ فهمين انت. ساعه ما جبتها لك هنا متعوره كانت واخده علقه موت من اخت الست اللي بتشتغل عندها فدوه. يا لهوي بالي يما، علقه ايه يا بنت؟ كلميني زي ما بكلمك وفهميني ايه اللي حصل. خالتي يا خالتي، مش كده بالظبط يا خالتي. هو ايه يا اختي اللي مش كده بالظبط؟ ده انا حتى يوميها جبتها لك بعد ما علقتها وصرفت عليها من دم قلبي شيء وشويات. ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ انطقي وفهميني، انا هتجنن، فهميني ايه اللي حصل يا بنت. هو ده اللي حصل، بس ده كان سوء تفاهم وراح لحاله. راح لحاله؟ راح لحاله؟ ده انا اللي هروح لحالي؟ هو انا قد لوحظ؟ دي هتقرقشني قرقشه. انا كده فهمت. قولي بقى، اللعبه كلها بانت، انت يا حلوه خايفه للعبه تنكشف وابلغ عليكي انت واللي مشتغلين عندهم. بس انا بقى مش هسكت، انا مش هسكت، انا هجيب عليها وطيها لغايه ما اعرف البنت دي راحت فين. انت يا بنت اللي جيتي قعدتي هنا وقلتي لي ما تخافيش يا خالتي، ده في عينيا يا خالتي. البنت فين؟ البنت فين؟ انطقي. قرريها بقى، اعرفي وادة البنت فين. ما تحترمي نفسك يا بنت انت، قررها في ايه؟ خالتي خالتي دي بتوقع بيني وبينك يا خالتي، اسمعي مني. اوقع ايه يا الدلع دي؟ هو انت يا اختي ضرتي ولا مرات ابويا؟ عموما يا خالتي انا جيت هنا عشان اقول لك الحقيقه، عشان تعرفي مين معاها ومين عليها. احترمي نفسك يا بنت. احترم نفسي ده ايه؟ وانت شايفاني يا اختي مش محترمه ولا محتاجه تربيه؟ ده انت مشروع معزه وفشل. لا بقى، ده انت عايزه اللي يربيكي بقى. لا يا حبيبتي، انا هعرف دلوقتي اوريكي مين اللي بيعرف يربي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ قفلي اوليا. بصي، ده انت اللي عايزه تتربي. ده يا بنت سيبيها، ده ضربه في قلبك اللي هتضربي في قلبك. يا اوليا تروحي تشوفي بنتك فين. انت لبستك سودا النهارده؟ خدي فين؟ اوعي بقيت انا، ده انا اللي هضربك، ده انت اللي اهلك سودا. صباح الخير يا ام عظيم. صباح الخير يا بنتي. بقول لك ايه، والنبي ما شفتش خوخه؟ لا والله يا بنتي، اخر مره شفتها لما رجعت من اسكندريه. خير يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ اختفت يا اخويا ومش عارفين هي راحت فين. بس احنا هنروح مشوار كده يعني، نشوفها يمكن نلاقيها فيه. ربنا يستر. طيب انا هوصلكم الحته اللي انتوا عاوزينها، وبعد كده اروح اجيب التحاليل بتاعه بنتي. هي تعبت تاني؟ ادعي لها يا بنتي، ربنا يشفيها. ربنا يشفيها يا رب. يا قادر يا كريم، يا رب يطمنك عليها، والنبي اول ما تجيب التحاليل تطمني عليها. ها؟ حاضر يا بنتي، ربنا يستر. يا رب. اخس لا تروح، وانا عملت معاك حاجه بنت الناس؟ ده انا من ساعه ما شفتك اول مره لغايه دلوقتي عامل معاكي كل خير، وعامل معاكي الواجب وزياده. بتعملي معايا كده؟ لا تروح. الله، جبت لي البيت وقلت شغلها عشان خاطري، على ضمانتي. البيت نظيفه، البيت امينه، البيت مش عارف ايه، في الاخر ليك جايبالي هوجن يا توحة؟ هوجن تفتح قرن الراجل وتسرق فلوسه وتهرب؟ يا نهار اسود، هي سرقت الراجل وهربت؟ ايوه يا اختي، اعملها بيطة بقى ومش عارف. ايوه يا اختي، فتحت قرن وسرقت فلوسه يا توحة، ولولا ان انا لحقت الراجل كان راح فيها ولدان. ايه ده كده يا توحة؟ بس الغلط مش عليكي، الغلط عليا انا، لان مش مفروض راجل زي ولا في مركزي ولا في خبرتي اسمع كلام مرة ويشغل بنت زي دي. انا شغل البنت على ضمانتك يا توحة؟ تعمل كده؟ والنعمة الشريفة ما اعرف عنها حاجة. تستهبلها يا توحة؟ ما تعرفيش عنها حاجة ازاي يعني؟ يعني ايه؟ وقليل ان انت مرتبة لها الخن اللي هي مستخبية فيه دلوقتي، وهي اللي بعتاكي عشان تتقصي مني، وتعرفي الراجل مات ولا لسه عايش وايه اللي حصل، وتدري كده تروحي لها الخن وتقولي لها البت فين؟ البت مختفية بقالها يومين يا توحة. والختمة الشريفة ما شفتها بقالي كام يوم. ما يلزمنيش يا أختي، ما يلزمنيش، تشوفيها ما تشوفيهاش دي حاجة بينكم وبين بعض. اللي يلزمني دلوقتي
ان البنت دي تفضل مختفية، تختفي لغاية اخر الاسبوع، لغاية ما الراجل يسافر. انا مش ناقص مشاكل يا توح. يا خرابة، هو الراجل ده جراله حاجة يعني؟ لا يا اختي، ولا جراله ولا نيلة. انما اللي مجنني ان الراجل ما بلغش لغاية دلوقتي، واحدة فتحت قرنه وسرقت فلوسه وما بلغش. الله، طب ايه الراجل ده بايع نفسه ولا ايه؟ ولا البنت دي عامله له عمل ولا ايه؟ لا لا توح، اكيد الحكايه دي فيها ان اكيد. تقصد ايه يعني يا ابو الكوام؟ قصدي ايه؟ اي حد عاقل، واحده هتعمل معاه كده تفتح قرنه وكان هيروح فيها. اقل حاجه كان هيعمل لها محضر في الاسم، كان هيبلغ السفاره، كانت السفاره هتبلغ وزاره الخارجيه، والخارجيه تبلغ الداخليه، والداخليه يقلبوا الدنيا عليها وطيها لغايه ما يلاقوها. انما ما ينطقش يفضل قاعد سكتم بكتم كده. لا اكيد الحكايه دي فيها ان، وهعرفها توحى يعني هعرفها. يلا يا اختي يلا. بتنسي بس سودة عليا. خدي كل يا خوخ. مش عايزه يا كل يا حبيبتي، بقالك ثلاث ايام ما اكلتيش. مش عايزه. طب بلاش الاكل، قولي لي مالك يا اختي، فيكي ايه؟ بتعيطي ليه؟ مفيش، متضايقه شويه. طب ما انت لما بتبقي متضايقه يعني يبقى شكلك بالشكل ده ما تاكليش. هي خالتك ضايقتك في حاجه؟ اتخانقتي معاها؟ طب جوز خالتك قال لك حاجه ولا عمل حاجه ضايقتك؟ لا يا ماما. طب بس قولي لي مالك، فيكي ايه؟ عمالة تعيطي ليه؟ طمنيني عليكي، فيكي ايه؟ الحمد لله كنت لك بالله. ما هو بص اما اقول لك، شغل اللوع ده مش هيخيل عليا. هتقولي لي مالك؟ يعني هتقولي لي مالك؟ انطق يا بت. طيب حد اتعرض لك ولا لمسك؟ مين يا بت انطقي؟ وعمل فيكي ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، رضي يا بنت رضي. طب ما هي في زارك، هو مين وعمل معاكي ايه؟ قولي لي يا بنت الكلب، قولي لي. واحد ابو عيل معايا في الحضانه. ابو عيل معاكي في الحضانه؟ حضانه ايه؟ وعيل ايه؟ الحضانه اللي فاتوا بتشتغل فيها خدتني معاها. وبعدين؟ بعدين رحت الحمام جه ورايا وعمل كده. جه كده؟ وعمل كده من دماغه؟ لازم انت اللي تديله السكه. ما انا عارفاكي مايصه، مايصه طول عمرك انت اللي تديله السكه. يا بنتي ما عملتيش حاجه ازاي؟ فهميني فهميني وقولي لي. يا نهار اسود يا نهار اسود في بنتك يا لواحظ. يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. طب ما صبطتيش ليه ولميت عليك الخال؟ ها؟ انطقي. حط مطوه على رقبتي، انا لو صوتت هقتلك. يا نهار اسود عليا، يا سندي السودا ببنتي، يا سندي السودا ببنتي. هو كده اهو، هو كده اهو. يا خرابي 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 خرابي. لكن قولي يا بت، هو عمل معاكي كده ازاي؟ وابنه معاكوا في الحمام يا كلبه يا بنتي الكلاب يا كذاب. انطقي. قال ابنه يستناه في العربيه بره. قال ابنه، قال ابنه يا مصيبتي السودة، حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل. ما قلت لك ما تجيش ما تجيش ما تقعديش في مصر، وتعالي معايا يا بنت الكلب، تعالي معايا بلاها مصر. أنا اللي خدها من مصر، أنا اللي خدها من مصر، عاجبك كده؟ أنا اللي خدها من مصر. يا لهوي يما، يا لهوي يما، يا لهوي يما على فظيعة اللي بجلاجل يا سوادي. قولي لي يا بنت، قولي لي يا بنت، خلتك تعرف؟ لا بكفي على الخبر مجور لحد ما اتصرف في سنتك السودة وفعلتك السودة اللي عملتها معايا. ريحة شيخة منك لله، ربنا ياخدك ربنا ياخدك يا بعيد. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا بنت الكلب؟ اعمل فيك ايه؟ اغلق عليك اغلق عليك يا بنت الكلب يا بنت الكلب يا بنت الكلب. ربنا ياخدك من وشي، ربنا ياخدك من وشي، ربنا ياخدك من وشي، ربنا ياخدك من وشي. حسب الله ونعم الوكيل يا رب.